إنها أرضعت طفلا، فهل يصبح محرما لأختها ويجوز لها أن تكشف عليه؟ إذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت 5 رضعات معلومات كما جاء في الأحاديث، فإنه يصبح ابنا لها، ابنا للمرضعة، وتكون أختها خالة له من الرضاع، فيكون محرما لهن، محرما لأمه من الرضاع ومحرما لخالته من الرضاع، لكن بالشرطين اللذين ذكرنا، أن يكون الرضاع في الحولين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من المجاعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وأن يكون 5 رضعات لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 5 رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم.